ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الصينية بكين نادر رونغ، هو الباحث السياسي. سيد نادر، يعني بعد التحية، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت وفي ظل أزمات راهنة يشهدها العالم؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه الزيارة تعتبر يعني معلما يعني مهما في تاريخ العلاقات الصينية العربية، وكذلك يأتي في وقت الذي يشهد العالم الأزمات العدة، أزمات الطاقة والأمن الغذائي، وكذلك يعني تحديات مثل التغيرات المناخية. فإن هذه الزيارة ستساهم في توطيد العلاقات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسعودية والدول العربية، وكذلك يمكن هنا الصين تأمل في دفع بناء المجتمع المصير المشترك الصيني العربي لكي يكون هناك التنسيق أوثق وتبادل الدعم أكبر بين الصين والدول العربية. نعم سيد نادر، يعني كما تحدثت هناك أزمات يشهدها العالم، من أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، وبجانب التحديات زي التحديات المناخية، ولكن لو نتحدث عن أهم الموضوعات المطروحة على طاولة القمم الثلاثة التي ستقام بالرياض، القمم الصينية العربية والقمة الصينية السعودية وأيضا القمة الصينية الخليجية. نعم، أعتقد أهم مجالات هو التعزيز والتعميق للتعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك في مجال الطاقة هناك أكيد سيكون هناك دفع قوي لتعزيز هذه الشراكة فيما يتعلق بالطاقة، لأن الدول العربية تعد من أهم الإمدادات للطاقة وضمان الأمن الطاقة للصين. وكذلك الصين لديها قدرة وتقنيات في مجال الطاقة المتجددة، ويمكن تساعد على الدول العربية على تنويع مصادر الطاقة مثل استغلال الطاقة الشمسية والطاقة النووية. وكذلك في مجال التجارة هناك أكيد سيكون هناك قفزة أو تقدما لمفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، وسيكون هناك تسهيلات كثيرة للتبادل التجاري بين الطرفين. وكذلك في مجال البنية التحتية الصين يعني تقدم خبراتها وقدراتها على تقديم الخدمات للكثير من المشاريع البنية التحتية التي تجري حاليا في الدول العربية. وكذلك في مجال تكنولوجيا عالية مثل الطيران وكذلك الاتصالات، فأعتقد هناك إمكانية كبيرة للتكامل من خلال التعاون وتحقيق الفوز المشترك. إلى أي مدى سيد نادر تعول الصين على هذه القمم الثلاثة، على القمم العربية الصينية والقمة العربية السعودية وأيضا القمة الصينية الخليجية؟ أعتقد الدول العربية هو من يعني من دائما من مقدمات أو أولويات السياسة الخارجية الصينية، فالصين ظلت تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقاتها مع الدول العربية، وهناك صداقة تقليدية مع الدول العربية، وكذلك هناك تطور كبير لعلاقات بين الصين ودول الخليج. فأعتقد سيكون هناك يعني زيادة الدعم المتبادل للجانبين، وهناك يعني الدعم الصيني للتطور والاستحرار في الدول العربية والتنمية، وكذلك الدعم الصيني لإصدار الدول العربية وخاصة دول الخليج سياساتها المستقلة.
ودعم الصيني لتحقيق يعني النهضة الوطنية، وهناك أيضا دعم من الدول العربية للصين فيما يتعلق بمسألة تايوان وحقوق الإنسان وغيرها من المصالح الجوهرية للصين. فالصين تريد أن تبني مجتمع مصير مشترك للصين العربي ارتقاء بالعلاقات الصينية العربية. سيد نادر، يعني العالم يشهد أزمات أو تبعات للحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا الصين لاعب رئيسي في العالم وله علاقات مع الجانب الروسي. كيف ستساعد يعني القمم الثلاثة والصين طرف أساسي فيها في حل الأزمة الروسية الأوكرانية، أو في تقديم حلول لإنهاء هذه الحرب أو إنهاء هذه الأزمة وتبعاتها؟ طبعا في هذه المسألة الصين دائما تدعو إلى يعني حل المشاكل عبر التفاوض والحوار، والصين دائما تدعو إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وليس بينهما فقط، وكذلك إجراء حوار بين روسيا والناتو وروسيا والولايات المتحدة لإيجاد حل مستدام ومتوازن لهذه الأزمة. وأعتقد في هذا الجانب هناك المواقف متشابهة من الدول العربية، فيعني نحن دائما نقف على جانب الحياد والسلام، ولا نريد زيادة التصعيد والتوتر، ولا نريد يعني صب زيت على نار، وندعو جميع الأطراف لحل المشاكل عبر الحوار والتفاوض. سيد نادر، أيضا هل سيؤثر التعاون الاقتصادي الذي من المفترض أن يتوسع بعد هذه القمم على النفوذ الغربي في المنطقة العربية، وما هي برأيك ردود الأفعال المتوقعة من الغرب؟ أعتقد من الجانب الصيني فالصين تدعو إلى يعني عدم المواجهة مع الدول العربية، فالصين دائما ترى اللعبة ليس لعبة صفرية، فيمكن تحقيق فوز المشترك لجميع الأطراف. فالمنطقة الشرق الأوسط هي كانت قدوة للحضارة العربية، ولا يجب أن تكون يعني منصة للمنافسة الجيوسياسية بين الدول الكبرى. فيجب على هذه المنطقة يعني تعيش بشكل وتطور بشكل مستقل وبإرادة شعوبها، والدول الكبرى يجب أن تحترم سيادتها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. كانت يعني أعلن بأن الصين ستوقع اتفاقيات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال القمة السعودية الصينية. كيف ستخدم هذه الاتفاقيات الجانبين؟ طبعا أعتقد جميع التعاون الذي تجريه الصين مع الدول العربية هي على أساس الاحترام المتبادل، وكذلك من أجل تحقيق الفوز المشترك. فأعتقد أكيد سيخدم المصالح الجانبين، ويعني هذا الاكتمال إمكانية يكمل بعضها البعض، أكيد يعني يكسب الجانبين الفوز المشترك. نعم، ابقى معي سيد نادر، سأعود إليك مرة أخرى، ولكن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من الرياض الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية. بداية بعد التحية، لو نتحدث عن رؤية المملكة لسياسة التوجه يعني نحو الصين في ظل تحفظ أمريكي أيضا تحفظ غربي على هذه التوجهات. مساء الخير، تحية لك سيدة منى
ومشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام والضيف الكريم من الصين، نحن نتكلم المملكة العربية السعودية بدأت استراتيجية متنوعة تتماهى مع الاقتصاد الكلي العالمي في القرن 21، اللي هي التنوع، التوازن في العلاقات والشراكات الاستراتيجية، هي محور ارتكاز مركز ثقل ما بين الشرق والغرب. حقيقة سنشهد الآن اتفاقات إطارية مثل ما تفضلتم في تقريركم، 29.5 مليار دولار هذا العام حجم الاقتصاد، يعني بلغ أكثر من خلال 3 سنوات أو 5 سنوات أرقام يعني مذهلة متناهية مرتفعة ما بين الصين. فالمملكة العربية السعودية بصفتها أحد مصدري الطاقة بما نسبته 10% إلى العالم، فهي الآن بدأت السياسة الانفتاحية المباشرة، الاتفاقات، الإطارات العملية الواقعية. حقيقة كسرنا الروتين، خلال 5 سنوات بدأنا ندخل في اتفاقات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. دكتور، يعني لو نتحدث على أن السعودية والخليج أيضا بدأوا بالتوجه والذهاب بثقل أكبر نحو الشرق على حساب الغرب، يعني ما هو المغزى برأيك من هذا التوجه السياسي من هذه الزيارة أو زيادة هذا التعاون الاقتصادي مع الصين؟ شوف، احنا الان سنشهد استاذة منى 3 قمم، القمة السعودية الصينية، القمة الخليجية الصينية، القمة العربية الصينية. حقيقة شهدنا في يوليو الماضي اتفاقيات مؤتمر جدا للامن والتنمية، وهو نفس المسمى كان مع الولايات المتحدة الامريكية، تكتل 6+3 مع الولايات المتحدة الامريكية، لكن الان بمفهوم اوسع، سنشهد مع او الاتجاه الى بوصلة الشرق. ولكن ما زالت العلاقات السعودية الأمريكية استراتيجية ثابتة راسخة، ولكن الآن وفق يعني التوترات التي مرت على العالم، التغير وملامح خارطة جيوسياسية لا نعلم كيف شكلها، تتحدث عن العلاقات مع السعودية والولايات المتحدة وتصفها بأنها استراتيجية، هل دكتور يعني شبه هذه العلاقات بعض التوترات خاصة في الفترة الأخيرة؟ شوف، خلال 5 سنوات الصين أضحت الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية وفق الأرقام، لكن لا ننسى أنه أيضا هناك علاقات ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا الآن في 2022 أرقام غير مسبوقة ومفاجئة لم تشهدها منذ عام 2018. الشريك الأول للصين هي الاتحاد الأوروبي، الصين مستثمرة في سوق السندات الأمريكية $1 تريليون، لكن هناك ما زالت نقدر نقول حرب باردة نائمة شرسة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في شرق وجنوب بحر الصين، الذي يحوي على ممرات بما يعادل $5 تريليون نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 25%. أريد أن أوصل لك نقطة، يعني فالآن لا، الدول دائما أهم حاجة مصلحتها الذاتية، ومن ثم المصالح المشتركة، لا عداوات دائمة، لا صداقات دائمة كما قال وينستون تشرشل، إنما مصالح مشتركة ثابتة. فالمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع دول التكتل العربي، مصر والأردن والعراق، يعني بدأت الآن تعمل بسياسة منفتحة واضحة وشفافة في التعاطي مع كافة الملفات. ونعيد ونكرر أنه مصلحتنا الذاتية ومن ثم المصالح المشتركة. فالصين سوق رئيسي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، بدأت سياسة الدمشية. نعرف أن الصين هي في الإطار السياسي المفهوم الشيوعي الاشتراكي، ولكن كمحرك اقتصادي السوق المفتوح والسوق المشتركة. علاقات الصين التجارية ودول أفريقيا مرتفعة جدا جدا، ولكن الآن 30 قائد ومنظمة سيتواجهون مباشرة خلال القمم مع الفريق العمل الصيني، سيدلل كثير من العقوبات. المملكة العربية السعودية لا تعمل منفردة، إنما بمشاركة أشقائها العرب.
في هذه المرحلة، وخاصة من الأوقات الصينية العربية. سأعود إليك مرة أخرى دكتور محمد، ولكن يوجد بعض المشاكل في الصوت. أنتقل إلى ضيفي في الصين في العاصمة الصينية بكين سيد نادر. كنا نتحدث عن طموحات الصين، ما هي طموحات الصين من هذه الزيارة للرئيس الصيني ومن هذه القمم الثلاثة؟ أقصى طموحات الصين بعد هذه القمم الثلاثة، القمم السعودية الصينية وأيضا الصينية الخليجية والصينية أيضا العربية، بعد هذه القمم يعني ما هو طموح الصين؟ هدف الصين هو تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدول العربية وبناء يعني مصير مشترك، مجتمع مصير مشترك الصيني العربي، وزيادة الثقة المتبادلة سياسيا، وكذلك الارتقاء بمستوى التعاون في بين الصين والدول العربية في جميع المجالات. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات من العاصمة الصينية سيد بكين، من العاصمة الصينية بكين سيد نادر رونغ هو الباحث السياسي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أنتقل إلى الرياض الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية. بعد التحية مرة أخرى، كنا نتحدث عن التعاون الصيني العربي والخليجي، هل الولايات المتحدة ستكون قلقة بعد هذا التعاون، وأيضا الغرب سيكون قلق على مصالح الاقتصادية وعلى يعني سياساته في المنطقة؟ أبدا لم يكن قلقا، لأنه حجم التجارة الأوروبية مع الصين هي المرتبة الأولى بما يقارب 600 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية التبادل التجاري مع الصين وصل إلى 580 مليار دولار كمرتبة الثالثة. ذكرت لك أن المصالح الذاتية المشتركة، وبالتالي التطلع إلى المصالح بشكل عام. الآن السوق بدأت في اقتصاديات القرن 21 اللي هو اقتصاد النفط، الاقتصاد الدائري الكربوني، اقتصاد المعرفي، الذكاء الاصطناعي، التقنيات، فالكل الآن في خضم هذه. خاصة أننا شهدنا ثلاثة تداعيات: 2008 الأزمة العالمية أو أزمة الرهن العقاري، 2019 كوفيد 19 كبدت العالم. الآن العالم بلغ حجم الديون العالمية 300 تريليون دولار. الولايات المتحدة الأمريكية ربع هذا الحجم، الصين أيضا تأتي في المركز الثاني، ولكن أنه الآن مصالح الأراضي والشامل الاستراتيجية تطلع ما هو أبعد من ذلك. أشكرك شكرا جزيلا من الرياض الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.